السلام عليكم. نبدأ اليوم بالمحاضرة الأولى للفصل الثاني، وهي الفيس إكوليبريوم فور تو كومبوننت باينري ليكويد سيستم. ليكويد بيضة، التوازن الطوري للمكونتين، ونظام الثنائي السائل، نظام ثنائي السائل، ومن نوع ليكويد بيضة سائل بخار. طبعا هاي التو كومبوننت او الباينري ليكويد سيستم توجد انواع، يا اما هاي تكون الباينري ليكويد او التو ليكويد يكون كومبليتلي ميسبل ممتزج بصوره تامه، وايضا بانواع اي ايديال سوليوشن والبي نون ايديال سوليوشن. يعني هاي الكومبليتلي ميسبل يكونون محاليل يا اما مثاليه او غير مثاليه. والنوع الثاني من التو ليكويد يكون بارشيال ميسبل، هذين السوائل الاثنين يكونون ممتزجات بصورة جزئية، والنوع الثالث يكونون غير ممتزجات. فكل واحدة من هذه الأنظمة إلى مخططات طور أو إلى علاقات تختلف عن الأخرى. راح نتكلم عن التوازن الطوري فيس إكوليبريوم لنظام بخار سائل ثنائي السوائل. طبعا الى هذا تطبيقات عديدة في تقنية الفصل separation technique مثل التقطير distillation. هنا اول بداية احنا نجي نحسب المتغيرات variable، ونحسب variance F capital لهذه الانظمة الثنائية او للسوائل الثنائية. مثل ما نعرف احنا ال F او قاعدة الطور ال F capital تساوي 2 plus C minus B، وعندما تكون C2 نجي نعوضها بالقانون، تصير 2 plus 2 minus B. وعند تثبيت الضغط أو درجة الحرارة اللي حتكون العلاقة F cap تساوي 1، سبق ذكرناها بالمحاضرة السابقة، قلنا هنا الاثنين شير إلى أو 2 شير إلى الضغط ودرجة الحرارة، فبالتثبيت الضغط أو الحرارة راح تكون علاقة هنا نكون 1 plus 2 minus B وتساوي 3 minus B. أعلى قيمة تكون هي 2، أحدهما للضغط والأخرى لإحدى مكونات المزيج أو درجة حرارة ومكونات المزيج لثبوت الضغط. فنلاحظ تكون مخططات الطور هي خريطة للضغوط والمكونات أو درجة حرارة والمكونات. راح ناخذ النوع الاول اللي هو completely miscible binary liquid. راح ناخذ مثال نشرح عليه، هو mixture مكون من two components الA والB. مثل ما ندري كل مادة نقية تكون في حالة توازن مع البخار، وتمتلك وراح تمتلك ضغط بخاري خاص بها مميز لهذه المادة النقية. فمثلا المادة A تكون ضغطها البخاري في سب نوت A، وبالنسبة للمادة B راح يكون ضغط البخاري ايضا تمتلك يعني ضغط بخاري ويرمز له بالرمز P sub نوت P. وكما في الشكل ادنى لاحظوا هاي هنا بهذا الشكل ال A في حالة توازن بين الليكويد والغاز، هذا الليكويد هذا الغاز، او هذا هنا طبعا راح يتولد ضغط بخاري سمي vapor pressure pure component A نقي خاص بالمادة، ومزدب هذا الرمز B sub not A. كذلك بالنسبة للمادة P تكون في حالة توازن بين ليكويد وغاز، راح تمتلك ضغط بخاري اللي هو P sub not P. ماذا يحدث عند مزج هالمكونتين A و B؟ ماذا يحدث للضغط الكلي أو الضغط السوليوشن؟ كم وكذلك كم تكون كمية الـ A وكمية الـ B التي تمتزج، وما هي مكونات الخليط، وما هو الضغط البخاري المحلول. هنا أنا راح نرجع إلى قانون دالتون للضغوط الجزيئية. مثل ما تعرفون أن ضغط قانون دالتون ينص على أن الضغط الكلي يساوي مجموع الضغوط الجزيئية للمكونات، وبالتالي P solution أو P total راح تساوي P partial A plus P partial P. هنا نلاحظ الضغط الجزيئي للمادة A في المحلول لا يساوي ضغطها النقي،
ضغط، هذا نسميه هذا الضغط البارشيال، يعني ضغط المادة A في المحلول وهو ما يساوي ضغطها فهي في حال النقية. كذلك هذه الضغط البارشيال لل B، يعني ضغطها في المحلول، ضغط المادة B في المحلول وهو لا يساوي ضغطها النقي، وذلك بسبب التداخل أو الامتزاج التام للمكونتين A و B. هذا الشكل نفسر إن هنا نفس الكلام بس باللغة الإنجليزية. ماذا يعني interact أو التداخل بين جزيئات المكونتين A و B؟ الضغط البخاري للسائل هو شو نعرفه، هو هروب جزيئات السائل إلى الطور البخاري وعند درجة حرارة معينة. طبعا هذا الضغط يكون مميز للسائل، حيث كل سائل إلى ضغط بخاري خاص به. نقدر نفسره من خلال علاقة هو التجاذب بين الجزيئات، intermolecular force of attraction I capital F capital A. هذه القوة التجاذب بين الجزيئات تحتاج، طبعا هذه الجزيئات تكون اكو بيناتهم قوة، وتحتاج هذه الى طاقة حركية حتى تتغلب على هذه القوة وتتحول الى الطور البخاري. وفي حالة وجود السائل في مزيج تام الامتزاج راح تظهر عندنا انواع مختلفة من قوة التجاذب بين الجزيئات، تكون هاي اما تكون مشابهة مثل A A و P P، او تكون غير متشابهة مثل A و P. زيادة هذه الانواع من القوى التجاذب بين الجزيئات راح تؤدي الى الاحتياج الى طاقة حركية اكبر، او ازدياد الطاقة الحركية حتى تتغلب على هذه التجاذبات، وبالتالي شنو راح يصير عندنا، يقل الضغط البخاري. اذا بزيادة الـ IFA بين قوة التجاذب بين الجزيئات راح يقل الفيبر بريشر اللي هو الضغط البخاري. راح ناخذ النوع الاول من completely miscible binary liquid اللي هو الـ ideal solution. ناخذ النوع الاول من المحاليل او السوائل الثنائية تامة الامتزاج اللي سمينا الـ ideal solution او المحلول المثالي. ماذا نعني بالمحلول المثالي؟ نعم مطينا امثلة مثل الميثانول والايثانول، مطينا بنزين، مطينا تلوين. هنا لاحظ هنا المثالين تكون هنا الجزيئات مشابهة من ناحية خصائص الكيميائية، من ناحية الحجم والتركيب بالنسبة للميثانول والايثانول بنزين والتلوين. زين، وإذا كانت مشابهات شنو راح يصير؟ لاحظ قوة التجاذب هنا، شوفوا الـ IFA شنو يصير بيها؟ تكون بين القوى المتشابهة، قوة التجاذب بين الجزيئات المشابهة اللي هي الـ AA والـ PB تقريبا مساوية إلى قوة التجاذب الجزيئات الغير مشابهة. وبالتالي هنا بالمحاليل المثالية، في المحاليل المثالية نقدر نطبق قانون راولز حتى نقدر نحسب الضغط البخاري الجزئي لكل مكونة في المزيج. نقدر نحسب الضغط البخاري لكل مكونة في المزيج، يعني الـ P A partial والـ P B partial. الضغط البارشيال أو الضغط الجزئي لكل مكونة في المحلول شو يساوي لي؟ كسر المولي في ضغطها البخاري النقي. الضغط البخاري الجزيئي لكل مادة في المحلول يساوي كسر المولي في ضغطها البخاري النقي، هذا قانون راولت. طبعا هاي المعادلة تصف ان انا الضغط الجزيئي في اي مكونة لاحظها تتناسب، الضغط البخاري لأي مكونة في المحلول تتناسب مع ضغطها البخاري، والاكس اي اللي هو المول فراكشن هي المادة يكون ثابت التناسب. وهنا نلاحظ ترتبط الضغوط الجزيئية المكونات المزيج مثالي من سائلين بنسب المكونات في الخليط، هاي يمكن استخدمها فقط في حالة المحاليل المثالية. هنا تطبيق قانون راولت يطبق على محاليل محدودة، حيث هنا يشترط مثل ما قلنا انه يكونوا مشابهين، المزيج يكون مشابه بالتركيب والخصائص الكيميائية، وايضا يجب ان يكون مخفف، حيث يجب ان تكون XI اقل من الواحد تساوي واحد او اقل،
وأكبر من صفر أو تساوي صفر أو أقل، العفو أكبر من صفر تساوي صفر أو أكبر، وأصغر من الواحد تساوي واحد أو أصغر. حتى يطبق هذا في التراكيز العادية، بالإضافة مثل ما قلنا إلى تشابه الخواص الكيميائية. هنا راح ناخذ اتحاد كومبينينينج دالتون اندرا اوت لاو. نلاحظ احنا بي توتال مثل ما قلنا بقانون دالتون تساوي لمجموع الضغوط الجزيئية بي اي بلس بي بي. البي اي شنو قلنا تساوي؟ تساوي ان الاكس اي في البي بي سب نوت اي، يعني البي بارشيال الضغط الجزيئي المادة A يساوي كسرها المولي مضروب في الضغط النقي لها. أيضا بالنسبة للبي يساوي الضغط البارشيال أو الجزيئي المادة P يساوي كسرها المولي مضروب في ضغطها البخاري النقي. نعوض هاي العلاقتين بها العلاقة دالتون، راح يطلع أن هذه العلاقة B total تساوي X A في البي ضغطها البخاري النقي بلاس الكسر المولي لي في ضغط البخاري النقي. مثل ما نعرف احنا مجموع الكسور المولية تساوي لي واحد، اكس اي بلس اكس بي تساوي وان. اذا حتى اعين الضغط البخاري الكلي شنو احتاج؟ احتاج الضغوط النقية للمكونتين بلس، واحتاج الكسر المولي لاحدى المكونين، كسر المولي لاحدى المكونتين. ليش؟ لأن يعني أقدر أطلع إذا عرفت إحدى الكسر المولي إحدى المكونتين أقدر أطلع الكسر المولي المادة أو المكونة الأخرى من هذه العلاقة. إذا أريد نعين composition of the paper، شلون أقدر أعين مكونات البخار؟ هنا راح أرمز دي مكونات البخار بـ Y capital A هو المول فراكشن of A in paper، والواي الكابيتال واي بي هو يمثل لي المول فراكشن اوف بي ان ذا بيبر، والاكس كابيتال اي يمثل لي المول فراكشن للاي بالليكويد، والاكس بي مثل مول فراكشن اوف بي الليكويد. مثل ما قلنا هذا المزيج في مزيج سائل في حال توازن مع المزيج بالغاز. نرجع العلاقة نفسها لقانون دالتون بي توتال تساوي نفسها هذه مجموع الضغوط الجزيئية. هنا راح استخدم شنو؟ الضغط الجزيئي يساوي لي الواي اي في البي توتال. ايضا هاي علاقة دالتون، الضغط الجزيئي ايش راح يساوي لي؟ الكسر المولي في الكسر المولي المادة اي في الطور البخاري مضروب في الضغط الكلي. الضغط البخاري الجزيئي المادة A يساوي لي كسرها المولي في الطور البخاري مضروب في B توتال. كذلك بالنسبة لي المادة B ضغط البخاري الجزيئي يساوي لي الكسر المولي اللي هو الواي بي كسر المولي في الطور البخاري مضروب في B توتال. أجي أعوض بهذه العلاقة مجموع الضغوط الجزيئية، فبالتالي الواي A يساوي لي الضغط الجزيئي المادة A على B توتال. أعوض عن الضغط الجزيئي المادة A بقانون راولت اللي هو راح يساوي لي كسرها المولي في ضغطها البخاري النقي مقسوم على البي توتال يساوي لي مجموع الضغوط الجزيئية، أو الهم أعوض عنها بقانون راولت. بالتالي هذه العلاقة أقدر أحسب من عندها الواي A اللي هو الكسر المولي للمادة A في الطور البخاري. وإذا قدرت أحسب المادة الواي اي أقدر أحسب أيضا الواي بي، حيث أن الواي اي والواي بي مجموع الكسور المولية في الطور البخاري تساوي واحد. مثل ما عندنا هذه العلاقة مجموع الكسور المولية في السائل تساوي واحد، عندي مجموع الضغوط عفوا مجموع الكسور المولية في البخار تساوي واحد. إذا مجموع الكسور المولية في السائل تساوي واحد ومجموع الكسور المولية في الطور البخاري تساوي واحد. طبعا هنا عندي أمثلة على هاي القوانين، هنا أحل لكم 6.2A موجود بأتكنز، هنا كاتبت لكم هنا الأسئلة المطلوبة والخاصة بالقوانين
اللي هي استخدمناها بهاي المحاضرة، هو من 6.1 إلى 6.4، هاي داخل 6.4، بس هنا عندي 6.4A ما داخل. نجي لهذا السؤال. The paper pressure of pure liquid A at 300 كلفن is 76.7 كيلو باسكال. معطين هنا الضغط الجزيئي، عفوا الضغط النقي للمادة A، فكاتبين لنا pure liquid A، طيب الضغط البخاري النقي للمادة A. And that of pure liquid P is، وأيضا الضغط البخاري النقي للمادة P اللي هو 52 كيلو باسكال. These two compounds form ideal liquid and gases mixture، وهذا المكونتين يكونون سوائل وغازات، مزيج من سوائل وغازات مثالية. Consider the equilibrium composition of mixture in which the mole fraction of A in the paper is 0.350. ايضا منطيني هنا يقول التوازن، اعتبر المكونات متوازنة بالمزيج، والمول فراكشن اوف اي ان ذا فيبر، شوفوا كاتب لنا المول فراكشن اوف اي ان ذا فيبر، ان اللي يعني معطينا الواي اي، معطينا الواي اي وليس الاكس، يعني في الطور البخاري قيمته 0.350. شريد كالكوليت ذا توتال بريشر اوف ذا فيبر اند ذا كومبوزيشن اوف ذا ليكويد ميكستشر، ريد البيبر بريشر، العفو التوتال بريشر اللي هي البي توتال، ويريد الكومبوزيشن اوف ذا ليكويد ميكستشر، معناته يريد الاكس اي والاكس بي. هنا انا مطين هذا البي اي النقي، الضغط البخاري النقي الاي والضغط البخاري النقي البي بالكيلو باسكال، هنا نهتم بالوحدات. مطينا الواي اي اللي قايلنا بالبخار 0.35، يريد البي توتال، يريد الاكس اي، ويريد الاكس بي. هنا راح ناخذ بما انه مطيني هنا انا الكسر المولي للبخار، ناخذ العلاقات اللي تختص بالبخار. البي اي ناخذ هاي العلاقه هنا، البي اي تساوي للواي اي في البي توتال، زين، وتساوي لي هنا مطيني شنو هو، مطيني وتساوي هنا الواي اي 0.35 معوض عنها في البي توتال. بنفس الوقت ندري احنا البي اي تساوي لي شنو، البي اي تساوي لي من قانون راولت الاكس اي في كسر المولي للاي في الضغط البخاري النقي للاي. مش مطيني من بهاي العلاقه، مطيني فقط الضغط البخاري الماده النقيه اي. نفس هذه اطبقها للماده بي، بي بي تساوي لي واي بي في البي توتال. هنا أنا بما انه عندي مطيني الواي اي اقدر اطلع الواي بي، ليش؟ مجموع الكسور الموليه في الطور البخاري تساوي واحد، فاذا تساوي واحد ماينص في البي توتال، وايضا قانون راولت تساوي لي، وبالتالي بدل الاكس بي احط واحد ناقص اي في الضغط البخاري النقي للمادة B. هنا طبعا راح اقسم هاي العلاقتين، هاي حصل عندي معادلتين، هاي الاولى اللي هي بدلالة ال A، وهاي الثانية بدلالة ال B. اقسم الاولى على الثانية ونلاحظ شنو راح يصير عندي. هنا ال Y A ال Y B، هنا ال P total على ال P total، وتساوي لي هنا راح تساوي طبعا هاي العلاقة اخذها وهاي العلاقة، شو تساوي لي ال XA في ال PA، وهنا معوضين عنهم ال P total ويا ال P total يروح، هنا نلاحظ نكمل هسه العلاقة، ال XA راح يساوي 76.7 كيلو باسكال على واحد ناقص A مضروب في ايضا ضغط البخاري، وتساوي نعوض عن هذه العلاقة، شوفوا هنا هاي هذه العلاقة جاية منين، منا زين،
فمعوضين هذا الكسر مال الطور البخاري في البي توتر هاي، وهذا الكسر البخاري للبي في البخار، يعني الكسر مال البخار المادة بي في البي توتر. هذه نحذف ويا هذا البي توتر، لأن البي توتر يكون واحد للمزيج. هنا تبقى للمجهول فقط الاكس اي، كلما يعني بس مجرد اختصار اكس اي ويا الاكس، عفوا البي توتال ينحذف، يبقى لي فقط عندي المجهول اكس اي. هنا نشوف المعادلة شو حصار، 0.35 هنا بي توتال راح مضروب بي من باي، حصل ضرب الوسطين يساوي الطرفين. زين تبقى لي شوف هالمعادلة فقط موجود بيها الاكس اي هو المجهول. كمل هنا بس تبدون تحلون المعادلة تبسطوها، وراح يطلع لي راح يطلع لي الاكس اي يساوي 0.77 والبي راح يساوي واحد ناقص 0.77 وتساوي 0.23. عندي ضغوط نقية للاي والبي، وعندي هسه الكسور المولية للاي والبي، اقدر احسب البي توتال يطلع لي 71.019 كيلو باسكال.